يمكن أكون ما قلتلكش قبل كده إني بحبك، ويا ريت تبقى تسمعني دلوقتي وتعرف إني ما حبيتش حد في الدنيا قدك أنت وأخوك. أنتوا اللي أنا طلعت بيكم من الدنيا كلها، وعشت عمري عشان يكون حظكم من الدنيا أفضل من حظي. النبي يا بابا، مالوش لازم الكلام ده دلوقتي. ما تتعبش نفسك وتتعب. هو اللي تعب نفسه وتعبني معاه، تعبنا كلنا لما ركب دماغه وهنت علينا ومشى اللي في دماغه عشان قلبه ابيض ولسه صغير. سابنا، ساب ابوه وراح عشان يعيش مع واحده تستغل شبابه. وشوف وصل نفسه لايه في الاخر. ايمن ما وصلش لكده من نفسه يا بابا، احنا اللي وصلناه. كلنا كان لينا يد في انه يشت ويبعد ويحتار ويتلخبط. الذنب من ذنب بابا، ذنبنا كلنا معاه. واللي على ذنب واحد اكون عملته معاه اصل بيه شر. القصد هو ان هي عمرهم ما كانوا مشكله، لكن برضه عمرهم ما كانوا مقياس في ان اللي بنعمله ده هتبقى نتيجته ظلمه ولا فيها عدل. إذا كان على ذنب اللي احنا ارتكبناه في حق أيمن، فللأسف يا أبو هو مش ذنب واحد. كل ده عشان عايز أعمل منه بني آدم ليه مستقبل كويس. كويس من وجهة نظر حضرتك، مش من وجهة نظر الشخص اللي هيعيش المستقبل ده بنفسه. إن أب يخلي ابنه يتعلم تعليم ما بيحبوش ده ذنب، يجبره يشتغل شغلانة ما بيحبهاش ده ذنب، يحرمه حتى من الهواية الموهبة اللي ربنا اداهاله، ده أكبر ذنب في الدنيا يا بابا. يخليه يرتبط بواحدة مفيش بينه وبينها أي مشاعر لمجرد إن هو شايف إنها مناسبة ليه، ده ذنب كبير قوي. أنا شايف إنك بتتكلم عن نفسك مش على أخوك. عننا إحنا الاتنين. ما هو إحنا الاتنين يا بابا نتيجة لاختياراتك. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.